أيضا النائب خليل أبول في أثناء مناقشة خطة التنمية للخمس سنوات وبناء، طبعا خطة التنمية أنا على يقين هنا إنشائية بدون برنامج زمني وأوراق وحشو وسوف نبني وسوف هذا، إن شاء الله بنبني من بعد خمس سنوات حتى مطار الكويت الدولي ما راح نشوفه، راح تكون الإنجازات افتتاح مبنى مجلس الأمة، بعد ما طلعنا 20 مليون مجلس الأمة بيطلع 20 مليون للمقاول يكمل شغله، هذا إذا خلص مبنى مجلس الأمة، مطار الكويت الدولي لا صعبة، مطار الكويت صعب بياخذ وقت، ممكن أستاذ جابر بنرممه ب8 مليون راح نفتتحه، شيء ممكن مشاريع قديمة حنعيد تكون، هذه ممكن التنمية اللي نشوفها، افتتاح الجسور أي صحيح حلو يعني، الطرق التلفانة لا صعبة لأن احنا قاعد نسوي دراسات في أمريكا على نوعية طبقة الأسفلت ليش قاعد تتاكل، نبنى مدن جديدة ممكن نصير منطقة صناعية كلا نطور الجزر كلا نبني جيل يبني وطن، لا جيل عندنا جيل طيب بس في مجموعة طيبة لكن ما حد مهتم فيها، ممكن 50-50 الأسعار راح تزيد، نعم الأسعار راح تزيد والمواطن التجار بتزيد كروشهم، تجار السياسة نعم بتزيد كروشهم، يا لها البط تنبط إن شاء الله وحوشهم قولون وبواسير وما أعرفش يحصل فيهم وين يفتك منهم بعد بعد منه. هاي ممكن في خطة التنمية الجاية خلينا نشوف تقرير النائب خليل أبو اللي تحدى وزيرة التنمية والتخطيط على إنجاز مشاريع التنموية، أصلا بعد سنتين الوزيرة مو موجود، حياتي وزير يسوي لنا خطة 500 وعلى هالحال، خلونا نتفائل أعطونا التقرير. راح نحاسبكم ونقول لكم شويتوا، راح تقولون عندنا معوقات ما نملك السلطة عليها، خمس سنوات مضيعة من وقت البلد بدون هذه الخطة ما احنا راح مكان، عالجوا المعوقات مهم. الأخ الرئيس، الأخ معالي الوزير، مع تحياتي وتقديري أتحداكم تحدي مهني طبعا مو شخصي، مع كل احترامي تقديري، كم مشروع عندكم في الخطة؟ كم 121 مشروع، إذا عندكم جدوى اقتصادية حق مشروع واحد جدوى اقتصادية صح، تعالوا هني سووا لي كذي، هاك خذ الجدوى الاقتصادية، خذ الجدوى الاقتصادية، خذ الجدوى الاقتصادية. والله الخطة مالت الأسكان، احنا عندنا 40,000 وحدة سكنية، والجماعة في مؤسسة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عندهم خطط، لا مو عندكم خطط، غصب تجيبون خطط وتدرج هنا في هذه الخطة، مو كيفكم، لازم كل الخطط تنحط هني، هذه الخطة الوحيدة المفروض تكون في الدولة، مو كل واحد عنده خطة على كيفه. سوى نبيل النائب كذي، متفائل أحسن. اليوم وزير العدل